متواجدين اليوم في معرض أربيل الدولي للكتاب، هذا المعرض اللي أقيم بنسخته 15 اليوم بمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان. العديد من دور النشر مشاركين وأيضا بلغات مختلفة ومن بلدان مختلفة. أكو حضور جماهيري كبير اليوم مشاركين بهذا المعرض، المعرض الدولي للكتاب في مدينة أربيل. أهلا بكم في معرض كتاب بأربيل بعد غياب سنوات من افتتاح معرض الكتاب بأربيل. افتتحوا اليوم معرض الكتاب وهذا يفرحنا جدا، لأن وجود معرض الكتاب يعني تبادل الثقافات، تبادل الآراء بين الشعوب، بين دور النشر أيضا. نحن نستفيد من معرض الكتاب لأن هناك عناوين كثيرة جدا وعناوين جيدة، نقدر نستفيد من هذه العناوين. وكما نعرف وجود الكتاب وجود بمعنى وجود الثقافة والحضارة أي شعب من الشعوب في عالم. الحقيقة دور نشر اللي مشاركة بمعرض أربيل كثيرة ما شاء الله، واللي بيحب يجي على معرض أربيل أكثر من اللي بيتمنع بكثير، لأنه من المعارض الناشئة بالوطن العربي. ونحن مشاركتنا من 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 تأسيس معرض أربيل اللي احنا بنشارك فيه. أولا الكتاب هو صديق القديم والجديد والأخير. هاي الكتب اللي اشتريتها كتاب هاشم صالح اشتريتها، كتابين أيضا باللغة العربية، هم فلسفية، كتب فلسفية تاريخ الأدب لنقد الأدبي للشجاع العاني كاتب العراقي المشهور الناقد. وأنا أعتقد أنه معرض كتاب جيد ولكن غالي. والله يعني دا أنتظر معرض الكتاب، يعني صاير مش أقول لك يعني يوم يوم دا أنتظر أنا، والحمد لله والشكر بعد يعني 5 سنين هيجي المعرض انفتح مرة ثانية، وجيت بشغف لقراءة الكتب الحمد لله والشكر. واللي لاحظته ما شاء الله التنوع والتنظيم اللي بالمعرض، ومع العلم بأنه هذا أول يوم، فإن شاء الله يا ربي دائما يعني شو أقول لك أربيل الخير وعراق الخير وبغداد الخير، إن شاء الله دائما يا ربي منبع الثقافة والعلم ومنبع الحضارة يا رب إن شاء الله. الكتب الدينية والكتب الفلسفية والاجتماعية والكتب الخاصة بالأطفال والكتب الخاصة بالمجال القانوني والهندسي وغيرها من المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية الأخرى هي اليوم متواجدة وحاضرة في معرض أربيل الدولي للكتاب، هذا المعرض اللي راح تستمر فعالياته لمدة 11 يوم. نحن كالمؤسسة الكاني للعرفان عندنا كتب كثيرة تقريبا يعني، ولكن أهميتنا هو اشتغلنا في الكتب العلمية والتربوية أكثر يعني. كتبنا التربوية يعني هو يتكلم بالكردي يعني كتبنا الكردية والعربية، ونحن عندنا هنا كتبنا المشهورين في العراق والكردستان تقريبا كثيرة يعني. الناحية العلمية والفكرية الدينية يعني أكثر، فلسفية دينية. هاي السنة أول سنة منشارك معرض أربيل الدولي للكتاب. بصراحة نحن عدد الكتب أو العناوين اللي جبناها تقريبا وصلوا ل 100 عنوان بين الكردي والعربي الكتب المترجمة. نحن أغلبية الكتب اللي نحن بنطبعها أو ننشرها خاصة هي بمجال أنه ثورة روج آفا تحديد، يعني حتى الكتب المترجمة اللي عم تترجم للغة الكردية والعربية بتكون محتواها دراسة عن الكرد، دراسة عن الثورات الكردية. والله احنا دار نشر مصرية، جينا امس من مصر، احنا تخصصنا في القانون، ودي اول يوم للمعرض ومنتظرين ان شاء الله يعني المعرض يكون افضل يعني من اي سنة ماضية. أكثر من 1,000,000 كتاب اليوم موجود بمعرض أربيل الدولي للكتاب،
هاي الكتب موجودة بالعديد من دور النشر اللي اجت من تركيا وسوريا والأردن وبلدان مختلفة أيضا، إضافة إلى دور النشر العراقية والكردية أيضا وبلغات مختلفة، مشاركين اليوم بمعرض أربيل الدولي للكتاب.